تدربوا على قطاع فعلا عم يكبر بالأردن وفي له حاجة كتير كبيرة يعني حتلاقوا شغل. One important aspect, one important element when IFD started designing the project was really to make sure to match the needs of the private sector. And this is something also that I know FA Jordan understands very well, and so it was easy to work with your organization. That domain. من خلال مؤسسة التعليم لأجل التوظيف EFE طبعاً عملوا لنا مقابلة أولى. بعد المقابلة الأولى ونجحنا تخطيناها ونجحنا فيها عملوا لنا كمان مقابلة تخطيناها إن شاء الله ودخلنا على الكلية. هون تعلمنا دخلنا على المطبخ بعد ما تعلمنا العلوم الحياتية طبعاً المهارات الحياتية عشان نعرف كيف نقابل وكيف نعمل انترفيو. بعدين دخلنا على المطبخ شفنا من الشفات الكبار تعلمنا منهم كثير أشياء مهمة.